مرحبا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا حبيبي. شنو رايكم بالموسم الرمضاني اللي فات؟ احنا اليوم مجتمعين حتى نكرم نجوم شهر رمضان. بالنسبه لي انا كلش فرحانه بالموسم اللي راح، لانه عندنا انتاج مسلسلات كلش هوايه، وهذا الشيء يسعدنا، واحنا اليوم جايين على مود نكرم الانجاز الفني. طيب اذا انت عندي جائزه ممكن تعطيها لمن؟ كافضل ممثل او ممثله؟ انا لو عندي جائزه اعطيها لمن؟ يعني من الفنانين فكلهم يستحقون، لان هم كلهم تعبوا. يعني ما تدري انه احنا ايش قد نواجه صعوبه بالتصوير، من برد وحر وظروف هواي صعبه، واكيد يعني الشباب هم من متعرضين لها، حتى الاعلاميين. فكل التوفيق لكل واحد سوى مسلسل او تعب او انجز شيء فني بهذا الموسم. طيب حضرتك كمتلقي اعطيتك جائزه الافضل ممثل، من ممكن تعطيها او ممثله؟ ممثلة أكيد ما راح أعبر أساورة. لا خلينا بعيدين عن العلاقات. بغض النظر عن العلاقات أبد. تهديد. لا جد والله يعني أنا برأيي أنا هواي شايفة له، هواي حاضر وياه، يعتبر من أحلى الكاركترات اللي سويتها أساورة عزت، هي كاركتر داليا، لأن واجهت به صعوبات وصدق تستحق جائزة. كاركتر سوتها خلال 3 أيام فقط وبلشت تصوير، 3 أيام استلمت نص صاحوا أكشن صورت، فتستحقه بجداره بجداره بجداره. طيب احكينا على استعداداتها للدور بالبيت، شلون كانت تستعد؟ حبيبي يا حبيبي انا البارحه دا اقول للاستاذ علي فاضل، قلت له جائزه لي ماكو؟ لا ماكو جائزه لي؟ لا مستحيل، يعني اساور 24 ساعه لازم النص، ولو انا اقريها واحكي وياها وهي يعني مستحيل، يعني ماكو انه على قد انه تاكل او شيء، يعني بس هذا الوقت اللي عندها الا بس. اما ما تبقى 24 ساعه لازم النص، قلت لك لان الوقت كان كلش قصير. يعني عندنا نتكلم ان احنا خابروها الخميس، اساور عزت السبت او الاحد صورت، فكان اكو تحدي كلش صعب، فقلت له تروحها حتى تضبط داليا، لان داليا كلش صعبه. فالحمد لله والشكر. اعتقد افضل جائزه بالنسبه لك هي نجاحها. مستحيل، يعني انا بقول لك، يعني لو تسال على غير سنين مثلا ممكن امشي لك اياها، اقول لك انا غير وجامل، بس هاي السنه لا فعلا تستحق، لان انا شفت التعب بعيني وشفت النتيجه، النتيجه هي الاحلى، وبالتالي مو الجائزه اللي حتقيمها، اللي سوته هذا كافي. طيب اساور هذا الدعم شلون ياثر عليك؟ شنو اللي يضيف لك اياه؟ يعني يكفي هو بظهري ويكفي هو ساندني، وهذا الشيء كل شيء يفرحني، وكافي خجلت والله. اتمنى لكم كل التوفيق. عمرك شكرا لكم حبيبي، شكرا.